الله عدد من الإخوة يطلب تكرر فضيلتكم بأن يقوم بتدريس متن الرحبية. ما هو بالطريقة هذه، تدريس متن الرحبية ما يكون بالطريقة هذه، طريقة عامة وبالميكروفون، لازم حلقة محصورة وعدد محصور حيث أنه يلقنهم ويدربهم، ولا بد من هذا، ولازم يحفظون. أنتم أنتم حافظين، أنتم عندكم كسل، أنتم حافظين ولا صابرين. أول يوم هم ينتهجون تخلون الدرس، أنا مين علم، جربنا هذا، إلا شافوا حر التعلم وشافوا حر التمثيل والمسائل نفر وراح، ما عندهم صبر. نعم، أنا خبر طلبة العلم يعرقون عرق شديد عندما يجون في الحلقة وفيه في هذا اليوم تمرين، يصيبهم عرق شديد من الحفز ومن الخوف، مع هذا يصبرون. أنتم تبون مكيفات وتبون مبردات ومن بارد، أنتم صابرين على حر التعلم وتعب التعلم. نعم. يقول فضيلة